اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده موجه للناس اللي هي من بره مصر، حبايبنا واخواتنا في السعوديه او في الامارات. يعني طبعا الكومنت من السعوديه. طبعا بالمناسبه انا موجود في السعوديه في الرياض. يعني هو كنت بتكلم عن اسعار المعيشه في مصر وكده، وفي حاجات صعبه وفي حاجات كويسه وفي حاجات سيئه زي اي بلد في الدنيا يعني. ماشي، بس هو بيقول لي انا عاوز يعني اعيش في مصر او اروح اقيم في مصر، فما تكرهنيش فيها. فانا لازم هحببك في مصر النهارده، وهقول لك المميزات اللي هتلاقيها هو العيوب مقارنه مع السعوديه. ايه رايك؟ عشان اكون ايه واضح وصريح وبتكلم براحتي. اول شيء، مصر والسعوديه، البلدين دول احنا كحد مصري او حد عايش في السعودية، البلدين من اقرب البلاد الى بعضهم كشعبين، وده فعلا موجود مهما الناس حاولت تشوه هذه الصورة. خلاص، ربنا يحفظ السعودية ويحفظ مصر ويبقوا دايما في قمة الدول. طيب تعال، انت دلوقتي عايز تعيش في مصر. اولا السؤال هو، ولو عايزك تسمعني كده وتصبر عليا في الفيديو علشان تبقى فاهم الموضوع بالكامل. اول شيء، انت لو هتقيم في مصر، هل انت شخص متقاعد من مثلا من السعودية وفي راتب بينزلك؟ لان في ناس برضو بتكلمني هم عاشوا في اوروبا سنين ومعهم جنسية ودلوقتي بياخدوا راتب تقاعدي، تمام، وعايزين يجوا يعيشوا في مصر مثلا. يعني كان حد طرح عليا بيقول لي انا باخد راتب هيوصل في مصر مثلا ل 60-70 ألف جنيه، او مثلا 1000 يورو. مثلا 1000 يورو دول لوحدهم عاملين حوالي 57 ألف جنيه النهارده. المبلغ ده كفايه ان انت تعيش بيه في مصر ولا مش كفايه؟ اولا المبلغ ده كفايه انك تعيش بيه اصلا في اوروبا عشان تبقى عارف. ويعني اوروبا طبعا مع توفير السكن وانتقالات وقصص، بس احنا بتكلم معاك انت ايه تخيل انا اديتك في مصر كده 60 ألف جنيه، بقول لك عيش بيها في مصر. اولا لو انت دخلك الدخل ده، لازم اسالك سؤال كده جنبه كده، الموضوع ده مستمر معاك ولا لا؟ يعني برضو الدخل ده معاك 5 سنين 10 سنين سنة سنتين 3، بس اعتقد التقاعد خلاص بيبقى الراتب بتاعه معاه لحد يعني الى ان يشاء الله يعني في عمر مديد. يعني اول حاجة في مصر انت السكن النظيف، ماشي، لو انت عايز تروح تقعد في الرحاب في مدينتي في التجمع في وسط البلد، فهنضيفها مكان فيك يا مصر، واخد بالك؟ مش هنقول في تقعد في فيلا بقى، هنقعد في شقة نظيفة متشطبة ممتاز ومفروشة وفيها كل حاجة من 15-20 ألف جنيه. أنا بديكوا بقى أسعار أهو بالعالي هو عشان الناس اللي بتقول أنت جايب الأسعار دي منين؟ ماشي؟ وفي أقل من كده، في أقل من كده. تقدر إنك تاخد شقة فاضية، تعالى على نفسك شهر كده ولا حاجة، خد شقة فاضية وروح اشتري العفش بتاعك طالما أنت هتقعد مدة طويلة. ودي نصيحتي الأخوية، طالما تقعد مدة طويلة خلاص بقى مش لازم تدفع كتير قوي، خلي وفر، خد حاجه ب10 فاضيه مثلا في مدينتي ولا في رحاب ولا في اي مكان كويس. طبعا حد يقول لي هو في 10 فاضيه؟ هتلاقي في 10 فاضيه، ولو دورت كويس وجروبات مدينتي وفي بروكر كتير شغالين في الايجارات والبيع نفسه. تخيل انت اصلا انا بحكي معاكوا دلوقتي في ان انت تاخد شقه هناك ايجار، تمام. طب لو انت معاك مبلغ كويس تقدر تشتري بكام؟ معاك بقى من 2 مليون وطالح كده ايه لحد ما توصل لرشيد عندنا، ماشي، هناك في حاجات ب 2 مليون وفي حاجات ب 3 مليون، ده دي انظف حاجه على البحر. طبعا لو في مدينتي الموضوع هيكون اعلى شويه. خلاص، عايز تقعد في القاهره، اعمل حسابك برضو من 2 مليون 3 مليون شقه واسعه نظيفه متشطبه عشان تبقى قاعد فيها مرتاح. طيب لو انا دلوقتي عايز اقعد بقى في وسط البلد، هل ده هيستنزف كتير؟ اكيد هيستنزف كتير عددك في وسط البلد غير ما تبعد في مكان. يعني هنقول ما هي برضه مدينتي واللي على طريق السويس وناحيه الشروق وكده يعتبر متطرف شويه، بس على طريق السويس الدنيا حلو. يعني لو حد ناس بيحبوا الروقان كده وبعيد عن زحمه وسط البلد والدنيا والمواصلات الكتير والبتاع، مدينتي اروق مكان. طيب يبقى ايه؟ من 10-20 ألف هتصرف وتاكل بكام؟ في الشهر هتصرف لك 10,000 جنيه مثلا، ماشي، 15,000 20,000، تمام. اكيد اللي هيصرف الرقم ده يبقى راجل مبذر جدا جدا جدا، ماشي. لان انا لو احنا بنحكي في 20,000 فانا بتكلم اقسم على 13 يطلع لك بالريال،
ومستحيل الاسعار اللي في السعوديه تلاقي زيها هناك خالص. انا دلوقتي لما بحكي معاك ان انا ان انت مثلا هتشتري هنا كيلو اللحمه بكام؟ ب50 ريال ولا حاجه، ولا 60 ريال مثلا، لما تيجي تحوله هناك هتلاقي مثلا 700 جنيه ولا حاجه، ولا 600 وشويه ماشي. طبعا الكيلو هناك من 380 ل 400 450 جنيه ماشي. البرجر بتاع وهم هناك بيتباع ب 150 جنيه، هنا الواحده بس عامله 30 ريال، يعني قد اللي هناك مرتين وشويه. فطبعا ما تقارنش بقى، لا انا دلوقتي عندي هنا ال 1000 ريال ب 13000 جنيه هناك، ال 2000 ريال ب 26000 جنيه هناك. طيب انت هتصرف 10 وهتسكن ب 10 ولا هتسكن ب 15، كده احنا اتكلمنا في 25 في 30000، باقي معاك نص الفلوس ماشي. زود يا عم ميه وكهرباء وغاز وانترنت ومش عارف ايه كام، 2000 3، ده يعني ده لو انت راجل، يعني لو انت عامل نت هناك انليميتد على شركه وي وبتدفع لك 1000 وشويه. فالمبالغ دي لما انت بتيجي تتكلم فيها انت هتعيش هناك زي الفل بلا نقاش. طيب حد بقى ايه، راجل من حد من الهواه يقول لي هو انا لو باخد المبلغ ده وليت في مصر اسافر ولا اقعد في مصر؟ لا طبعا اقعد في مصر. انا شخصيا لو باخد 50-60 ألف جنيه هناك في مصر، وانا ايه اللي هيجي، ايه اللي هيغربك؟ ما هي الغربه دي ليها ثمن، وجودك في البلد ليه ثمن. طب ايه الثمن بقى؟ اولا مصر برضو مقارنه، لما تعال نقارنها مع السعوديه برضو لسه الليفل بعيد شويه، شويتين ثلاثه كمان في الخدمات ماشي. الخدمات اللي تقدر تخلصها من على الانترنت، سرعه الانترنت وجوده الانترنت، الخدمات اللي بص هي الزهق كله في الخدمات اللي هي الحكومات، بس موضوع التطور. يعني انا بقول لك انا كلامك بصراحه، موضوع التطور وبقى فيه طفره، يعني اللي انت هتشوفه هناك وتستعجب ان هو ازاي بطيء كده، وازاي انا باخد الوقت ده كله، او مثلا انا ليه اروح عند الشباك ده وادفع بسرعه وراش. الموضوع ما كانش موجود اصلا، الموضوع ده ما كانش موجود الاول اصلا، فكده اصلا في تطور. ولحد يعني يا مسهل الفتره الجايه بيعملوا حاجه اسمها بوابه مصر الرقميه، شغالين عليها من فتره وفيها خدمات طبعا، بس احنا شويه يعني مثلا مش زي ابشر هنا، اخش ابشر الاقامه خلص، عايز مش عارف خط، عايز عربيه، عايز بتاع، عايز قرض، عايز، لا هنا الموضوع سهل تماما. الجو هناك عامل ايه والجو هنا عامل ايه؟ لا الجو في مصر، الجو في مصر عندك اربع فصول. الجو هنا في السعوديه في مناطق ومناطق، فانت طبعا انا عايز اعرف اللي انت مش عايزني اقول لك الجو وحش هنا والجو في مصر احسن. لا هو الجو في مصر احسن بصراحه يعني ماشي. طب انت ليه قاعد هنا؟ هي مالهاش علاقه، عادي، هي السعوديه ما شاء الله عليها فيها مناطق سياحيه، مناطق جميله، جو تحفه، عندك البحر الاحمر. لا الموضوع فيه تغيير كبير هنا، بس انا مثلا ما بحبش الصيف قوي، فتلاقيني اقول لك لا انا بالنسبه لي الجو في مصر اهدى شويه واطر شويه. هنا مثلا العربيات، التقدم في الخدمات، العربيات الجديده، الاسعار، الكلام ده، لا السعوديه احسن مليون مره ماشي. طبعا مع لان ده في فرق عمله، في فرق تضخم والكلام ده كله، والمشكله المشاكل الاقتصاديه اللي في مصر. هنا انت عايز تشتري مثلا عربيه في مصر ماشي، لا العربيه هناك اللي هي هنا مثلا ب 100000 ريال اللي هم 1,300,000 كده من غير جمارك ونقل ولا قصه من دي خالص، هناك تلاقي مثلا 1.5 مليون 2 مليون، وفي حاجات ب 120000 ريال هنا تلاقي هناك ب 2 3 مليون. فطبعا فرق كبير جدا. انت باخد العربيه من هنا وديها هناك، اعمل اللي انت عايزه مفيش مشكله ماشي. حتى المقيم اللي هنا برضو يقدر ينزل عربيه، من كمان موضوع العربيات والجمارك في فيديو تاني لوحده، وفي ناس طبعا اشطر مني في قصه الجمارك والحاجات دي. بس اللي انا عايز اقوله لك، لو انت خلاص حابب تجربة تانية، او انت يعني قد تكون مثلا مضطر لظروف ما، عندك ظروف خاصة، عندك عايز تعيش هناك، عاوز تتابع حاجة هناك، عاوز توكل على الله، طبعا مصر ترحب بكل اخواتنا من السعودية او غير السعودية تمام، طالما انت ملتزم بالقوانين هناك، ملتزم بالقوانين هنا، فخلاص زي انا كده برضو ماشي، ملتزم بالقوانين اللي هنا، والقوانين اللي هنا فوق الممتاز. قوانين المرور هنا انسى الدنيا خلاص، هناك لا في تغيير طبعا كبير ماشي. هنا كل حاجه بالمسطره، هناك لا هتلاقي في اختلاف كبير ماشي. الشرطه مثلا هنا اسرع ولا الشرطه هناك في مصر؟ لا الشرطه هنا اسرع، اهو انا في السعوديه بقول لك الشرطه اسرع. لو في عندك مشكله، عندك قضيه، عندك حاجه، عندك بتاع، تتصل الو
تلاقيهم عندك في لحظه. في مصر الموضوع بيطول شويه وممكن ما يطولش يعني لو انت حظك كويس وعلاقات وبتاع. انا بقول لك الدنيا بس برضو الدنيا احسن من الاول بكتير يعني في مصر دلوقتي. لا مصر طبعا شعب طيب شعب كريم زي السعودية الحمد لله. الناس هنا الواحد ما شافش منهم غير كل خير بصراحة ماشي. وانا مش بقولك عشان انا هنا لو في حاجة هتلاقيني طالع اقولك في مشكلة حصلت 1-2-3 خلاص. في مصر الناس والشوارع والدنيا والاجواء السوشيال دي مش هتلاقي هنا قوي ماشي. مش موجودة هنا زي مصر. ده طبيعي مع اي دولة فيها مميزات وفعيه. ده عيب يا وليد بالنسبة لك هنا يعني؟ اكيد انا طبعا مصر مش هيبقى فيها كل المميزات وهنا هتيجي برضو تلاقي برضو لا. ده شعب له ثقافته. شعب السعودي تمام. الشعب المصري له ثقافته. ده يحترم وده يحترم وده له عاداته وتقاليده. ولا السعودية جميلة بصراحة. السعودية بلد جميلة. وطيب يا عم وليد موضوع العقود اللي بتيجي للناس هنا والمرتبات القليلة وبتاع. يا باشا في العقود الكويسة بقول للناس توكلوا على الله. والعقود اللي فيها مشكلة بقول لك لا اصبر شوية ما تستعجلش. ارجوك لا تتعجل. الناس هنا ليها ذنب؟ لا. الناس اللي هنا الحكومة عندها مكتب عمل وعندها منصة قوة ومدد واجور. كان ده كله مش موجود في مصر. انت في مصر مش بتشتغل اصلا من غير عقود ومن غير حاجة. لو حصل لها حاجة اصلا يعني الله يسهل لها بقى خلاص. في حاجات كتيرة ماشي. هنا لا لو حصل مشكله معاك مع الكفيل مثلا مع الشركه مع المؤسسه لا تقدر تروح الشرطه تقدر تروح مكتب العمل تقدر مش عارف. مفيش مثلا برضه لو حصل مشكله عربيه خبطت عربيه ما اعرفش ايه حصل شيء لا قدر الله الكلام ده. مفيش بقى اي حد يقول لك النبي سيبه لله وما اعرفش ايه الا لم يكن انت بقى ايه لو حاجه بسيطه وبتعدي مفيش مشكله ماشي. لكن لا انت في هنا عندك نجم وعندك ساهر و كل حاجه ماشيه صح زي ما انت عايز يعني. تخيل انا بتخيل والله لو الجو بتاع مصر جه السعوديه هنا. تخيل انت السعوديه لو فيها 4 فصول جوه زي جو مصر. طبعا السعوديه كبيره اكبر من مصر ماشي. لو جوها جو بتاع مصر جه هنا يا لهوي انت في عالم. بص سياحه وطرق ونظام وقوانين الحاجات دي كلها لا لا ده انت هيبقى انت عندك كل الاوبشن. بس سبحان الله هي ارادة ربنا ماشي. ان يبقى في حاجات فيها مميزات وفي حاجات فيها عيوب واخد بالك. وكل شعب زي ما بقولك كده له ثقافته ودينه. طيب موضوع مثلا الريال والدولار او العملة في مصر. الدولار في مصر عامل كام؟ الدولار في مصر عامل 48.5 مثلا ماشي. الريال في مصر عامل 13 جنيه. طيب هنا الدولار عامل كام؟ انا لسه بص والله كنت فاكك مبلغ صغير كده. 1 ريال عامل 3.74 ماشي. 3.74 دي تقريبا بقالها يعني لو الناس اللي متابعيني يمكن اكتر من 20-30 سنة هو نفس السعر ده واخد بالك. ده طبعا بسبب ان احنا عندنا في مصر مشاكل كتيرة جدا في الاقتصاد. اتمنى ان هي تتحل الفترة اللي جاية. فالحابب ياخد التجربة. مصر جميلة. السعودية برضو جميلة وبلد تتحب. يكفي بصراحة. انا لسه عامل عمرة اول امبارح. ان هي يعني بلد الرسول صلى الله عليه وسلم العمرة والحج والخدمات التي تقدم هناك في مكة وفي المدينة. المدينة ان شاء الله ان انا اروح قريب. حاجة يعني غير طبيعية. بجد ربنا يجازيهم خير. لان كل الخدمات اللي هي موجودة دي طبعا واحد يقول لي يا عم هو يعني بيعمل الخدمة دي ببلاش. انا متأكد 100% ان الموضوع ده خدمة لحجاج بيت الله وخدمة للمعتمرين وخدمة للمقبلين على المسجد الحرام او المدينة. لا الحاجات دي ما يعني صدقني مش بتتحسب الا انك تقول ربنا يجازيهم خير بصراحة. لان الموضوع لو تساب كده واخد بالك وتفتح زي ما بيقولوا الحب تساب الحبل على الغارب زي ما بنقول عندنا في مصر فاهمني. والله عمرك ما كنت تلاقي لا العمره ولا الحج بالشكل الجميل والنظام اللي معمول كان ده. طبعا الناس تقول لك الموضوع الحج بلا تصريح السنه دي. يا سيدي انت هو انت القانون مزعلك في ايه؟
يعني انا وبعدين برضه المشكله عنده ولا المشكله عندك؟ لا المشكله عندي، المشكله عندي هناك. تعالى تعالى انت مثلا عايز تحج هناك ولا بتاع، ادفع 300 400 500 الف اللي هو اصلا هنا. انا فاكر وانا هنا قبل الحج تمام كان متاح ليا بيبقى هي باقات كده، والله العظيم لقيت باقه متاحه كانت عامله 3800 ريال، احسبها كده لازم تدفع 50 الف جنيه يعني. ماشي تعالى انت هناك ادفع بقى. ماشي ليه؟ فرق العمله، التضخم، ومش كده وبس، عموله المكتب والمش عارف عايزين اطلع المعمل ده واختم لي الورقه دي واطلع، القصص دي كلها حاجات متعبه لسه. واللي هيتعبك في مصر برضو التخليص بموضوع الورق، القصص دي يعني مرهقه بشكل غريب. ومع ذلك بقول لك احنا كده بقينا متطورين جدا، يعني نتمنى الفتره اللي جايه الحاجات اللي بتتعمل في 10 خطوات و20 خطوه لا ما نعملها في خطوتين ثلاثه. يعني المهندسين والدكاترة والناس بتوع الجامعة كل دول مش عارفين يعملوا برنامج حاجة كده زي ابشر اخش عليها، عايز اخلص حاجة، عايز اطلب حاجة، الجواز ما اعرفش ماله البتاع، ويبقى يتنقل يخلص بسرعة مش عارف، بدل ما اروح في موظفين بقى وزحمة وطوابير الكلام ده. خلاص يعني احنا في 2024 داخلين على 25. ولكن ارجع اقول لك برضو الحاجات دي كلها يعني انت بتتعود عليها. طب انت برضه معلش الراجل اللي مرتبه 10,000 هيبقى زي في مستوى اللي حد بياخد 60 70 الف جنيه؟ لا المواضيع دي مش موجوده. انت في ليفل، انت في التوب ليفل، انك عايش في مكان كويس، تقدر تخلص خدماتك بسرعه، تقدر تعمل توكيل لمحامي يخلص لك اي حاجه انت عايزها، تقدر تشتري الحاجات اللي انت بتحبها، الاكل اللي انت عايزه، تروح تعمل سياحة زي ما انت عايز، عندك الغردقة، عندك شرم، عندك السخنة، عندك القاهرة، مصر بحالها مليانة سياحة بأجواء رائعة، سواء في الشتاء سواء في الصيف، في أي وقت تعيش حياتك. ماشي يمكن احنا طولنا بس انا يعني ايه بقى دردش معاك. خلاص ربنا يحفظ مصر والسعودية، ودايما يعني بصراحة السعودية شعب من الناس اللي الواحد انا شخصيا بحب البلد دي، يعني مرتاح نفسيا فيها، وبتمنى لهم كل خير، بتمنى لمصر كل خير. واكيد اكيد طبعا محدش يتمنى الا ذلك، لان يعني في ناس ممكن تلاقيها يقعد بص يسب ويعمل ويقول ومش عارف ايه والوضع اللي هناك والبتاع، لكن لا، زي ما في مميزات في عيوب، في حاجات بنتمنى انها تتعدل، حاجات نتمنى انها تبقى احسن. هناك عندك طرق كويسه، خدمات دلوقتي بقت افضل من الاول، هي نعم حتى لو كان الموضوع مرهق شويه، بس لا مصر يعني برضو تبقى هي يعني بلدي، ومهما يعني وان جرت عليا زي ما بيقول يعني ماشي. بس يعني عندك اي استفسار اي حاجه ابعتولي، والفيديوهات الجايه ان شاء الله في كام عقد كده عمل ناس كده بعتوا ياخدوا رايي وكده، خلينا نتناقش كده في فيديو وقولوا رايكم، والناس اللي من مصر طبعا. اخر حاجه اليوم الوطني طبعا، عشان انا كان نفسي احضره وانا هنا بس كنت في مصر للاسف، يعني كل التحيه والتقدير وكل سنه والسعوديه بخير دايما، وهو من افضل الى افضل ان شاء الله، ربنا يحفظ البلد، ونشوفكم على خير في فيديو تاني. سلام.